يعني كأني لقيت ذهب بالطين. ايه مو مشكلة، خليها تبلش شغل مع أستاذ تمثيل. هي موهبتها ضعيفة بس جمالها خارق مو طبيعي. دخيلك بلا ما تمثل أصلاً، هي تطلع على الشاشة وبس. وصلت للعقد يلي كنتي طالبتي مني، إذا حابة تعرفي مضمونه ناطرتك ورا الأسانسير. برجع بحكي معك ماشي؟ لميس خانم يا أهلي، قديش الرقم الموقع عليه؟ بتحبي تشربي شاي؟ يلا قولي لي. تمام قولي قديش وبرجعك على شغلك. توعديني؟ بوعدك. رح كون أفضل مساعدة بكل الوكالة، وحتى تولين رح أغطي عليها وبتشوفي. خليني روح جيب لك شي بارد. يلا قولي قديش. 350,000. يلعن هالحكي عن جد، هالزلمة مو سهل. هدول مضطر عليهم كتير، لازم تلاقيهم. هلا بدور لك عليهم. طيب ماشي. صباح النور. صباح الخير سراج بيك. نحل الخلاف بيني وبين لميس خانم، وضليت عم بشتغلهم. صباح الخير. هاي الشراطيط اللي لابستيها خليها ببيتك، عندي بتكوني شيك أكتر، انتي بتمثليني إلي. سرقت ممثلة جلال وهلأ حطيت عينك على مكتبي؟ دجلة ليش لساتها عندك؟ سؤالك وطريقة سؤالك البشعة ما حبيتهم أبداً. ماني مضطرة أبرر لأي حدا أسباب تعييني وطردي للموظفين اللي عندي. والغلطة يلي عملتها معتوبة قليلة؟ لما تكون مصلحة الوكالة على محك كلنا مجبورين نقدم مبررات يا خانم. بالنهاية ارتكبت خطأ بس ما تسببت بمصيبة. لو أنا ما منعتها. سراج لشو هالعصبية؟ اللي بيشوفك كيف معصب من وجودها بيفكر إنه في شي بينك وبينها من قبل. شو عم تحكي أنت؟ بحياتي ما شفتها. كل انت اصطفلي. طولين رح اسألك سؤال بس كوني صريحة واصحك تخافي على زعلي بالمرة ماشي؟ ولا بتهميني اصلا. برأيك يلي لابستهم بشعين؟ شوفي. تمام وقفي. رخاص كتير وقدمة وتقليد كمان كتير بشعين. يا يسلم. ولو حبيبتي واجبي.